شباب السلام عليكم. انا بلونس نوع دو ريجينيراسيون ديال فيتخا بارتيكول حيتاش ما باش الطوموبيل هادي واحد الاودي اس كيو 5 وانتم افيشيان هذا الميساج هذا بالضبط ديال لا دبليو ما باش تغينيسياليزي لنا ديك لا بيريود ديال داك لوتونومي ديال لا دبليو. ملي بقيت نقلب تعجبني بان الفا برا عامر فهمتي كيفاش بيض ولي هي لونسي لو جينيراسيون. المهم لونسي تاع لو جينيراسيون شوف شنو بغيت دير معانا. انا لونسي لو جينيراسيون دابا وهادي حتى هي تتسنى لو جينيراسيون واحد تشيكو انت تتسنى لو جينيراسيون هادي دخلات في دخلات هذيك في المود ديغرادي. المهم ملي تنقولوا المود ديغرادي هو تنقصدوا به بان الطوموبيل مابقاش مشى منها لا بويسونس. هي المود ديغرادي الكالكيلاتور تيفرض الطوموبيل المود ديغرادي باش ما باقيش باش ما تكسيريش عليها باش ما يكونش لانسوندي بالنسبه للفيترا بارتيكول باش ما تاندوماجيش حاجه واحده اخرى. هذا هو المود ديغرادي. شحال واحد تيسولني على المود ديغرادي. المود ديغرادي هو هذا هو الطوموبيل تتليميتي ليك لا بويسونس ديال الموتور لي كوبل تاع الموتور لا فيتاس ديال الطوموبيل. تقول لك على بال انت ما تقاد لي الطوموبيل باش ما اندوماجيش حاجه واحده اخرى. هادشي اللي عطوا الله نشوفوا هاد البلان هذا دابا نعاودو نكملوا الفيديو من بعد ما شوف واش دارت معانا في هاد البلان. حيتاش هاد الميساج ما باش يدير كاع لي غينيسياليزاسيون اللي ممكنه لهداك الميساج ما باش يتحيد ليا صافي. وانا دابا هي عطاتني لونسي لو جينيراسيون هي لونسي تا دابا فيها 24 غرام. نشوفو منها تخونا الفابا شنو بغات دير معانا صافي. بالنسبه لواحد المساله واحد المساله اللي بقى الفيديو تاع دابا بالنسبه للتريلتي تاع البوليا ستار اما كرهت انا كلشي ستاجي عندي كاع الدراري اللي بغاو ستاج اما كرهتش كلشي ستاجي ولكن الغالب الله ميمكنش نشد كلشي. اصلا انا عندي دراري تي ستاجي وعندي اصلا عندي دراري خدامين معايا ميمكنش نجي واحد فهمتي فاش كتقول لي وانت راه ستاج وتنقول لك وانت حاليا راه ما عنديش مثلا راه فعلا انا ما عنديش شكون عندي راه عندي راه نقول لك جي مرحبا واش فهمتي حيتاش انا كنطيح في ما حيتاش حتى انا كنستاجر واحد الوقيته وتنحس بهاد الامور هادو واش فهمتي كيف ما تنبغيش نحرج شي واحد ومن طوم ما تنبغيش شي واحد يحرجني حتى انايا كون في الدي راه مرحبا راه ستاجي من غدا ان شاء الله بحول الله ولا من دابا جي عندي مرحبا بك غير هو ميمكنش انيميني واحد باش نجيب واحد اخر و تيكون عندي واحد العدد ديال واحد الناس ميمكنش انا نفوتهم وما يمكنش ننزل تحت منهم واش فهمتي كيفاش. الا بغيت نبقى الخدمه مزيانه هادشي اللي عطى الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.